سابق خدمة جديدة تدشنها شركة كهرباء مسقط تسهيلا لعملية مراقبة الاستهلاك وتعزيزا لثقافة الترشيد لدى المشتركين. تدشين هذه الخدمة خدمة سابق اللي هي عبارة عن خدمة الدفع المسبق لفواتير الكهرباء، وطبعا هذه خطوة مهمة جدا في تحسين خدمات المشتركين اللي الجميع يسعى إليها في سواء في قطاع الكهرباء أو المياه أو الخدمات الأخرى يعني مرتبطة بالمواطنين. خدمة العدادات المدفوعة مسبقا تعد نقلة نوعية في خدمات الكهرباء، واستحدثتها الشركة في نطاق تقريبي لمدة سنتين الماضيات، وخضعت ولله الحمد لاختبارات عدة فيما يتعلق بموائمتها لأجواء السلطنة وللتعرفة، وثبتت جدواها ولله الحمد. الخدمة الجديدة تستفيد منها الشركات والمساكن التجارية وبالأخص المساكن المؤجرة، وتتوفر شرائح الشحن في مختلف ولايات محافظة مسقط عبر 1200 منفذ توزيع في المحلات والمراكز التجارية ومحطات الوقود. هذه الخدمة ستخدم أكثر شريحة الشركات والمساكن السكنية التجارية، وأقصد تحديدا المساكن المؤجرة، وأتوقع إن شاء الله أن هذه الخدمة ستلقى رواجا بإذن الله. خدمة سابق أجدها خيار يعني جيد أفضل من اللي سبقه، لأن تعطي مصداقية وفيها ثقة أكثر للمستخدم، وكذلك حتى لمقدم الخدمة أجد أن مردودها أفضل من الخدمات اللي قبلها. الخدمة تهدف في الأساس إلى إتاحة الفرصة للمشتركين بالتحكم في استهلاكهم للكهرباء وتغنيهم من عناء متابعة الفواتير أو تراكمها.